بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة العاشرة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ صالح، أجمل الترحيب، أهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: ما كيفية الصلاة على الجنائز وما فضلها وماذا يقال فيها؟ فصلوا لنا ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، تبقى في حقهم سنة، وهي من محاسن هذا الدين الإسلامي، لأن فيها إحسانا إلى الميت، شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى. وكيفيتها أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر تكبيرها الثانية ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو بعدها للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم مستقرنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، من توفيته وتوفه عليهما، ويدعو بما تيسر، وإذا لم يحفظ هذا الدعاء فإنه يدعو بما تيسر مما ينفع الميت ويدعو للمسلمين أيضا، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة: السلام عليكم ورحمة الله. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل محمد، مصري ومقيم بالمملكة، يقول: أديت فريضة الحج أنا وزوجتي العام الماضي، وقمنا بأداء جميع المناسك من طواف قدوم وسعي وطواف إفاضة ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بميناء أيام التشريق، ووكلت من قبل زوجتي لرمي الجمرات، ففي يوم العيد رميت الكبرى بسبع حصيات لي وسبع لزوجتي، وفي أيام التشريق رميت الكبرى مرة أخرى بسبع حصيات لي وسبع لزوجتي، وفي ثاني أيام التشريق رميت الوسطى والصغرى كل واحدة منهما بسبع حصيات لي وسبع لزوجتي، أي أن مجموع الحصيات التي رميتها أنا وموكلتي 56 حصات، وعلمت في هذه الأيام بأن ما فعلته ليس صحيح، أفيدوني بذلك، هل أعيد حجتي وهل حجتنا صحيحة وهل علينا فدية؟ مأجورين. حجتكم صحيحة إن شاء الله، إذا كان لم يحصل إلا ما ذكرته من النقص، وهو الإخلال برمي الجمرات، أنك بدأت من الوسطى ثم رميت التي بعدها ولم ترمي الصغرى، وتكون قد تركت جمرة من الجمرات الثلاث عنك وعن زوجتك، وفي هذا الفدية عنك واحدة وعنها واحدة، تذبح فديتين في مكة وتوزعهما على فقراء الحرم جبرانا لهذا الواجب الذي تركته، وتوكيل زوجتك لك إذا كان بسبب عجزها أو الخوف عليها من الزحام حصول الخطر، التوكيل صحيح إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه راء عين حا، يقول: هل السترة للمصلي واجبة أم مستحبة؟ وكم ارتفاع السترة؟ وكم يجب على المصلي أن يبتعد عنها؟ وهل يجوز المشي إلى السترة أثناء الصلاة؟ اتخاذ السترة للمصلي سنة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإن سترته سترة إمامه، وارتفاعها
أن تكون مثل مؤخرة الرحل بمقدار مؤخرة الرحل، وإن نقصت عن ذلك فلا بأس، أو زادت عن ذلك، يعني ما يقارب ذراع ارتفاع، ويقرب من السترة بحيث يكون موضع سجوده قريب من السترة ولا يكون بينه وبينها مسافة طويلة. وهذا ما يتعلق بالسترة وحكمها وكيفيتها. ولا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته، هذا حرام وفيه وعيد شديد، والمار بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته آثم إثما شديدا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بمدافعة من يريد المرور بين يديه، فإن أبى فليقاتله، يعني يضربه تأديبا له، فإن قال صلى الله عليه وسلم فإن معه القرين، يعني معه الشيطان، هو الذي يحرضه على المرور بين يدي المصلي. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول إذا كان الشخص يصلي تحية المسجد وهو يصلي أقيمت الصلاة، هل يتم الصلاة أم يقطعها؟ وإذا قطعها فكيف تكون صفة القطع؟ هل يسلم في الصلاة أم ماذا؟ إذا كان في أول الصلاة فالأولى أن يقطعها، لأن هذا يفوت عليه بعض الفريضة. أما إذا كان في آخر النافلة ولا يفوت ذلك عليه شيئا كثيرا فإنه يكملها، هذا هو أحسن الأقوال في هذه المسألة. ومن العلماء من يرى أنه يقطعها مطلقا، ومنهم من يرى أنه لا يقطعها مطلقا ولكن يتمها خفيفة، ولكن الأحسن والله أعلم أنه إن كان في أولها فإنه يقطعها، وإن كان في آخرها أو مضى معظمها فإنه يكملها. إذا تقي الشخص أثناء الصلاة أو خرج منه دم، هل تبطل صلاته أم لا؟ إذا تقي أثناء الصلاة فإنه ينتقض وضوءه وتبطل صلاته، أما إذا خرج منه دم فإن كان يسيرا فإنه لا يؤثر على صلاته، أما إن كان دما كثيرا فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أنها تنقطع صلاته بناء على أنهم يرون أن خروج الدم الكثير ينقض الوضوء، ومن العلماء من يرى أنه لا ينتقض وضوءه، لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي الفجر أكمل صلاته وثوبه وهو يثعب دما، رضي الله تعالى عنه جرحه يثعب دما. وكذلك الصحابة كانوا في المغازي تحصل عليهم جراحات ويخرج منهم دماء، ولا يذكر أنهم يتوضعون من ذلك أو يقطعون صلاتهم. وفي قصة الذي كان يحرس العسكر في مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي من الليل، فرمي بالسهام وأصابته واستمر في صلاته ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع خروج الدم الكثير منه. نعم. إذا كان الإمام يقرأ في الصلاة ومر بآية سجدة وأراد الإمام أن يسجد، هل يكبر أم يسجد دون تكبير؟ يكبر إذا أراد الإمام، إذا مر الإمام بآية سجدة وأراد أن يسجد فإنه يكبر للنزول وللارتفاع من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، وهذا منه. نعم. يقول هذا السائل عندما نجلس في التشهد هل نحرك الإصبع من بداية الجلوس إلى بداية السلام، أم نرفع الإصبع عند إثبات الوحدانية لله، وماذا في هذا جزاكم الله خيرا؟ هو كذلك يترفع الأصبع عند مرور لفظ الجلالة في التشهد والدعاء إشارة إلى التوحيد، يرفعها ويحركها إن شاء أو لا يحركها، لأن هذا موضع خلاف، وتحريكها عند بعض أهل العلم سنة، إذا لم يحركها فلا شيء عليه. يقول هذا السائل كما تعلمون بأن هناك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، هل هناك صلاة مستثناة من هذا النهي؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يرى أنه لا صلاة نافلة في أوقات النهي عموما، إلا ما جاء في استثناء ركعتي الطواف، قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، فتستثنى ركعة الطواف تفعل في أي وقت طاف المسلم. ومن العلماء من يزيد على ذلك بأن يقول كل ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي لأنها معلقة بأسبابها، فإذا وجد السبب فإنها تصلى هذه الصلوات، مثل صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، تحية المسجد، هذه كلها متعلقة بأسبابها، فتفعل عند وجود أسبابها في أي وقت. ومن العلماء من يرى أنه لا يستثنى إلا ركعة الطواف، وأما بقية النوافل فلا تفعل في وقت النهي لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في
هذه الأوقات، وهذا يعم جميع النوافل. نعم. السائلة هم عائض من أبها، لها رسالة كتبت بأسلوبها الخاص، تسأل وتقول بأنها امرأة متزوجة أنجبت من زوجها مجموعة من الأولاد، الزوج لا يؤدي الصلاة في وقتها وخاصة صلاة الفجر، فهو لا يصليها إلا الساعة 8. تقول تكلمت معه كثيرا من أجل أن يصلي، فيرد علي باللعنات والغضب ويقبح والدي، والناس يقولون بأن الزوج إذا لعن الزوجة فإنها تعتبر مثل المطلقة، فهل هذا الكلام صحيح؟ وتقول السائلة في آخر رسالتها بأنها تخشى أن يفعل الأولاد كما يفعل هذا الأب، ولم تعد تنجب أطفالا منه خشية ذلك. تقول وبعض الأحيان أكون مريضة ولا يذهب بي إلى المستشفى، وقد أخذت علاج يقطع الحمل نهائيا، هل عليها ذنب في ذلك أم لا؟ أفيدونا بذلك. هذا الزوج زوج سوء، نسأل الله لنا وله الهداية. وكونه يؤخر الصلاة عن وقتها هذه جريمة عظيمة، ومن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها فإنه قد ارتكب جرما كبيرا. ويرى بعض العلماء أن صلاته لا تصح، لأن من شروط صحتها أداءها في وقتها، فإذا أخرها متعمدا من غير عذر شرعي فإنها لا تصح منه إذا صلاها بعد خروج الوقت، هذا خطر عظيم. ويضيف إلى ذلك أنه يلعن زوجته إذا أمرته بالمعروف ونهته عن المنكر، وهذا خطأ كبير وإثم عظيم، لأن اللعن في حد ذاته جريمة وسوء والعياذ بالله. ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. وقد لعنت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناقة لها وهي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ ما على الناقة وأن تترك. قال الراوي كأني أنظر إليها تمشي وليس ولا يتعرض لها أحد. هذا يدل على خطر هذه الكلمة القبيحة، لا سيما وإذا كانت مصدرة نحو الزوجة التي هي زوجته وأم أولاده، يشتمها ويلعنها، الخطر في هذا عظيم. أما أنها تطلق كما يظن بعض العوام أنها إذا لعنت تطلق، هذا خطأ وغلط. المرأة لا تطلق باللعن، ولكن يأثم الزوج على هذا الشيء، ويجب عليه ترك هذا الشيء وأن يقبل النصيحة وأن يمتثل النصيحة، لا من أجل الزوجة فقط، وإنما طاعة لله سبحانه وتعالى وأداء للواجب عليه واتقاء لغضب الله عليه. وأما أنها تأخذ ما يمنع الحمل فهذا لا يجوز، منع الحمل لا يجوز إلا عند الضرورة. إذا كان الحمل يخشى منه على حياتها، فيه خطر على حياتها، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يقطع الحمل. أما أن تقطع الحمل وهي مستعدة للحمل في جسمها وصحتها فهذا لا يجوز لها. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل ساعد مفلح من حفر الباطن يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، نحن نعلم أن زكاة الفطر من قوت البلد، إما صاع من تمر أو بر أو زبيب أو إقط أو غير ذلك، هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أسأل فضيلة الشيخ بعض هذه الأصناف كثيرا من الأسر لا تعرفه اليوم، مثل الإقط وليس قوتا، وكذلك الزبيب لا يؤكل وحده بل يضاف إلى الطعام. السؤال يبقى: هل زكاة الفطر تجوز من السكر، علما بأنه له وزن وقيمة وقد تفوق قيمته بعض الأصناف السابقة، وذلك بأنه في هذا الزمن لا يكاد يخلو بيت من السكر وقد يحتاج الفقير إليه ولا يستطيع أن يشتريه، أم نقتصر على الأصناف السابقة كما ذكرت؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. السكر من الكماليات وليس هو قوتا، فلا يجوز إخراج الزكاة منه، الزكاة تختص بالقوت لا يقتات في البلد. وأما أن بعض هذه الأصناف أصبح لا يعرف أو لا يستعمل، مثل الزبيب إنما يوضع مع الطعام أو لاقط لا يعرفه الناس، فهذا الكلام لا ينبغي أن يقال، لأن هذه أصناف عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخرج منها فقد أخرج الواجب عليه المنصوص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يجوز العدول عنها إذا إلى ما يؤدي معناها من الأقوات الأخرى كالأرز والذرة ما أشبه ذلك، لا سيما إذا كانت هذه الأقوات هي المعتادة في بعض البلاد، لأنها أقوات يقتات بها. أما السكر والكماليات فهذه لا يجوز إخراج الزكاة منها وإن كانت ثمينة. نعم. بارك الله فيكم. السائل يقول في سؤاله الثاني: فضيلة الشيخ،
ما صحة هذا الحديث الذي ما معناه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك تأمره أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه. قال: كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة هذا الرجل هذا المسبل الإزار. ما معنى قول النووي في رياض الصالحين بأنه حديث صحيح على شرط مسلم، علما بأن الحديث لم يرد في صحيح مسلم؟ فما هو شرط مسلم في ذلك؟ نعم، الحديث حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سنده قوي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مسبلا لثوبه أمره أن يعيد الصلاة. ولكن هذا الحديث وإن كان سنده قويا فإن أهل العلم لا يرون إعادة الصلاة بسبب الإسبال، ولا يرون أن الإسبال ناقض للوضوء، فليست العلة في ذلك نقض الوضوء، وإنما هذا والله أعلم هذا الحديث خاص بهذا الرجل، هذا الحديث خاص بهذا الرجل. فلو صلى رجل وهو مسبل لثوبه فصلاته صحيحة، ولكنه يأثم على الإسبال ولا يؤمر بالإعادة، لأنه لم يروى أن أحدا أعاد الصلاة من أجل الإسبال إلا هذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ليس عاما في كل مسبل، وإنما يقتصر على مورده فقط. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل جيم جيم سين يقول: لقد ذهبت إلى الحج مفردا وجلست في منى 3 أيام ولم أعمل طواف الإفاضة إلا أثناء مغادرتي مكة، فهل ذلك ينقص من حجي؟ هذا لا ينقص من حجي، ويجوز تأخير طواف الإفاضة والمبادرة بأدائه في يوم النحر أو في أيام التشريق أفضل، ولو أخره إلى ما بعد أيام التشريق جاز ذلك، لأن نهاية وقت طواف الإفاضة ليس لها حد، وإنما حددت بداية وقت الطواف وهي من منتصف الليل ليلة النحر، فالبداية محددة لا يجوز تقديمه عليها، فلو طاف قبل نصف الليل من ليلة النحر لم يجزئه، وإذا طاف بعد منتصف الليل أجزأه ذلك. أما نهاية نهاية وقت طواف الإفاضة فلم تحدد، فلو أخره جاز له ذلك، وإن كان هذا خلاف الأفضل وخلاف الأولى. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن